مباراة مصر والجزائر في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب. تنطلق مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الحالي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب والتي تستضيفها مدينة الدوحة القطرية. تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة. تنقل المباراة قناة بين سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة. يدخل منتخب مصر المباراة وهو في المركز الثاني، ولكنه يمتلك نفس النقاط مع منتخب الجزائر في ظل الصراع الشديد بين المنتخبين على صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب. ويبحث المنتخبان عن تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى دور الثمانية وهو متصدرا لترتيب المجموعة في ظل التساوي في كل شيء حتى الآن. شكرا لكم مشاهدينا، ادعمونا بالاشتراك في القناة مع تفعيل رمز الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.